وبطلة إفريقيا لكرة اليد يعودن اليوم إلى تونس وسط استقبال كبير بعد التتويج باللقب الإفريقي للمرة الثالثة. وصل صباح اليوم منتخبا الكبريات والأكابر لكرة اليد إلى مطار تونس قرطاج الدولية وسط فرحة عارمة بعد التتويج الأول باللقب الثالث في كأس أمم إفريقيا وبلوغ الأكابر الدور النهائي للمرة الثالثة على التوالي. بعد المردود المتميز في كأس أمم إفريقيا لكرة اليد التي اختتمت منافساتها مساء أمس بالجزائر، حل منتخب الكبريات والأكابر بأرض الوطن إثر تتويج الأول باللقب الثالث في تاريخه. وبعد إطاحته في المباراة قبل النهائية بعملاق اللعبة، منتخب أنغولا صاحب الرقم القياسي في التتويج بلقب المسابقة والثاني حامل لقب النسخة قبل الماضية ببلوغه النهائي والمنهزم في مباراة صعبة أمام مستضيف الدورة بعد أداء بطولي في نصف النهائي أمام المنتخب المصري. هذه لأول مرة في تاريخ الكرة اليد النسائية نكتبوا أسامينا من ذهب، يعني عن استحقاق وعن جدارة خدمنا عليها برشا، تعبنا عليها برشا هالكوب، الحمد لله اليوم جيت في الجزائر. الكوب هذه غالية برشا والحقيقة خدمنا برشا وصبرنا برشا صبر، الحمد لله في الأخر توجنا. طبيعة هذايا جهد برشا سنين وجهد برشا ناس كانوا موجودين، انا نحب نشكرهم. المنتخب الجزائري الى ميريتي سون تيتر، نو انا با بيان تري تري بيان جوي في الفينال سورتو نيفو اوفنسيف، يظل الكره هذيك هي فيها ربح وخاسر وان شاء الله لا بروشين فوا نعاودوا نفرحوا الجمهور. نو انا جوي ترو فينال. في الحقيقة خضنا ثلاثة نهائيات، الأول كان ضد مصر وكان دورا نهائيا والثاني كذلك، أما الثالث فلم نتوفق فيه حيث وجد المنتخب الجزائري طريقة سهلة حتى النهائي واستفاد من مساندة الجماهير وقدم مباراة رائعة في النهاية. وعلى ضوء التتويج الذي حققه منتخب الكبريات بكأس أمم إفريقيا لكرة اليد وبلوغ الأكابر الدور النهائي، ضمن المنتخبان التأهل إلى بطولة العالم 15 و2000 بالدنمارك إلى جانب منتخبي أنغولا والكونغو الديمقراطية.